اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لكره السله سيدات. عندنا كنا بنلعب الاسبوع ده الجوله الرابعه في الدور الترتيبي في السوبر، كنا بنلعب هليوبلس على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي، لا صاله الشهداء، انا اسف، صاله الشهداء، الصاله الصغيره، السيدات بتلعب في الصاله الصغيره. فزنا على هليوبلس، بس الجميل مش ان احنا فزنا، بس الجميل ان احنا فزنا بنتيجه كبيره. الحقيقه انا مستغربها، يعني استغربت جدا النتيجه، لان هليوبلس فريق كويس جدا وبينافس دايما. يمكن هليوبلس، سبورتنج، الاهلي، هما الثلاثه دايما في المربع 97 68، يعني نتيجه تقرب من ال 30 نقطه، 29 نقطه بالظبط. الحقيقه يعني انا محتاج اتفرج على الماتش ده، لانه يعني سكور كبير ومش واخدين ان احنا نكسب، يعني هليوبلس بالفرق ده، او هليوبلس ما بتخسرش كده. وده الفوز الرابع طبعا لفريقنا عشان يكون محقق العلامه الكامله حتى الان في الدور الترتيبي، زي ما قلت لحضراتكم زي الرجال، الاول بيلعب الثامن بعد كده، والثاني بيلعب السابع في الادوار الاقصائيه. الماتش اللي جاي هيتلعب طبعا مع مصر التامين، وهيكون باذن الله يوم الاحد اللي جاي. كاميرا الابطال ما فوتتش الماتش ده، كانت موجوده، عملنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبات. نتفرج على التقرير ده مع بعض ونرجع لحضراتكم تاني. كنا مجهزين كويس للماتش النهارده، لان هليوبلس ماشي اصلا في الجدول، هو المنافس اللي لسه يعني ما خسرش خالص ولا ماتش كان، فكنا جايين محضرين جدا، لان طبعا اصلا فرقه هليوبلس فريق محترم جدا وكويس جدا، ومعاهم مدرب منتخب مصر كابتن إياب، طبعا مدرب كويس جدا حافظ لعبتنا شويه كل الحاجات دي، فكان ده الموضوع مستاهل مننا شويه ان احنا هنحضر ازيد شويه عن كل ماتش. حاولنا نتكلم مع اللعيبه ان هم يبقى عندنا كل السيناريوز، ما ننزلش نتخض، او ما ننزلش حتى لو احنا فرقنا نكمل الماتش في اخره، لان دايما الماتشات بتخلص في اخرها. يعني انا بشكرهم كلهم، كانوا رجاله جدا. احنا زي ما بنقول دايما الديفنس او الدفاع هو دايما اللي بيودينا نجيب باسكت، فده النهارده باين جدا من السكور، ان احنا سكورنا اخر التسعينات، كنا داخلين على المية، وده بيبين انه الديفنس كويس هو اللي ودينا للسكور ده. الحمد لله، الحمد لله. مكسب طبعا مهم جدا مع فرقه محترمه جدا، معاها مدرب كويس جدا، فرقه هي المفروض ماشيه معانا، يعني هي كسبانه سبورتنج فهي ماشيه معانا اول، فماتش النهارده كان ليه طبع خاص كده ويخلينا ماشيين اول دايما، وربنا يكملها كده على خير ان شاء الله. فرقه الاهلي النهارده كلهم بسم الله ما شاء الله عملوا جيم كويس جدا، دفاعيا عملوا جيم ولا اروع، فربنا يكمل لنا على خير في اللي جاي ان شاء الله. الماتش الحمد لله كان ماشي كويس من البدايه، احنا كنا نازلين مركزين، كنا كتيم كلنا بنلعب مع بعض كويس قوي، وكنا بندافع كويس قوي، يعني احنا كنا اشتغلنا على نفسنا ان احنا لو في ماتش، الماتش اللي قبله مثلا كنا في اخطاء او كده فخلت الماتش مأزم، فالماتش ده احنا الحمد لله نزلنا بادئين كلنا كويس، بندافع كلنا كويس، فالحمد لله قدرنا نعمل فرق كويس ان احنا نرتاح في الاخر. طبعا احنا الماتشات اللي جايه ماتشات مهمه جدا وصعبه، يعني ماتشات الجزيره ومصر التامين وسبورتنج، دول ماتشات مهمه وهيفرق معانا قوي ان احنا نبقى ماشيين بنفس الاداء، يعني ان احنا نكسب الماتشات دي كلها في الدور الاول، فاحنا هنبقى بنتمرن كويس قوي، هنشتغل على كل حاجه ان احنا ما فيش اي اخطاء ونقلل اخطائنا، وطبعا في التوقف ان شاء الله هيبقى في فتره اعداد قويه يعني عشان نرجع احسن من الاول. احنا بالنسبه لنا كده كده كل الماتشات مهمه، وكمان هليوبلس ده كان مهم قوي عشان هم ما خسروش ولا ماتش، فاحنا كان لازم نبقى مركزين وحاطين ايفورت اكتر شويه عشان حتى كسبوا سبورتنج اللي هم المنافس لينا الاكبر، فكان لازم نبقى مركزين من الاول الماتش. كده كده احنا مركزين كل الماتشات، بس الماتشات الجايه هنركز اكتر واكتر عشان ماتش سبورتنج الاهم بيقرب. التمرين بقى تبقى بجد اكتر بقى، وننزل اللي هو مفيش هزار جد عشان نبقى مستعدين للماتش كله بجد، فهننزل الماتش بجد. زي ما قلت لحضراتكم حتى كابتن عليا، يعني السكور هي يعني قالت لك حتى البنات كانوا رجاله امبارح او في المباراه، ليه؟ لان السكور كبير، يعني هليوبلس ما تخسرش كده، فريق محترم جدا ومعاه جهاز فني محترم جدا، فواضح ان فعلا كان الدفاع هو كلمه السر زي ما قال الكابتن عليا، لان الحقيقه كان السكور قليل دخل فينا، واكيد خدنا ريباون كتير وطلعنا فاست بريك، اكيد ده التبرير الوحيد لهذا السكور يعني.